عليكم لأحلى عائلة باليوتيوب واللي هي عائلة زينة. عيدكم مبارك وسعيد وكل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله يا رب ينعاد علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير والصحة والبركة. قبل ما أبدأ الفيديو لأول مرة تشاهد قناتي، لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب اللي هو مربع أحمر، اضغطوا عليه لكي يصلكم عني كل جديد. ويلا نبدأ. هذا الفيديو هو أول تعاون لي مع شركة دانيال ولينتن، هي شركة سويدية تبيع ساعات للرجال والنساء. بعثوا لي ساعة اللي أتت في هذا البوكس، قالوا لي نجربها ونشارككم برأيي الصريح فيها. ولأريكم شكل الساعة اللي جاءت في هذا البوكس، وهنا مكتوب عليها اسم الشركة دانيال ولينتن، ويكون هذا الشكل الساعة من الداخل. بصراحة جربتها وحبيتها، مريحة جدا جدا، ساعة كتير أنيقة، سامبل تري شيك. هي عبارة عن جلد من هنا وعبارة عن حجيرات من الوسط، ولونها تأتي على اللون الذهبي من الجوانب. بصراحة حبيتها، والجميل فيها أنها تمشي مع جميع الألوان، سواء كنت لابسة لون أحمر أخضر أصفر أزرق، وتمشي كذلك مع جميع الفصول سواء كان صيف شتاء أو خريف أو ربيع. كذلك ممكن تلبسيها مع جينز مع روبز، ومريحة مريحة جدا. يكون هذا شكل الساعة على يدي، كذلك فيها ادجستمنت على حسب عرض اليد. كذلك تأتي على ألوان مختلفة، وكذلك يبيعون ساعات للرجال وللنساء. أنا بصراحة اختاريت هذا الشكل وحبيته، وكان اختياري صائب. البنات اللي حبوا الساعة وحابين يشتروا مثلها، سأضع رابط الموقع تحت في صندوق الوصف. كذلك الشركة عطتني رمز خصم باسم وصفات زينة. البنات اللي راح يستعملوا هذا الرمز راح تجيهم خصم بنسبة 15%، وهذا الخصم هو صالح لغاية شهر سبتمبر. تكتب رمز الخصم تحت في صندوق الوصف، ولازم بنات تستعملوا إذا كنتم حابين تحصلون على خصم بنسبة 15%. كان هذا فيديو اليوم، أتمنى يا ربي تكونوا استفدتم. إذا كان عندكم أي استفسار اتركوا تعليق، كذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة بالضغط على زر سبسكرايب، لايك للفيديو، شير لأصحاب الأقارب لكي تعم الفائدة. وعيدكم مبارك سعيد، ونضرب لكم ميعاد بفيديو قادم بحول الله. إلى اللقاء.